السلام عليكم متتبعي قناة نسرين ام ال شانيل، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نشوفوا واحد مقطع ديال الفيديو اللي انتشر بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، اثر في الناس بزاف، ديال واحد البائع متجول. مهم نخليكم مع التفاصيل ونعاودو نرجعو. وبخصوص هذا الموضوع ندوزو باش نشوفو تعليق الإعلامي رضوان الرمضاني اللي نشر على الصفحة الرسمية ديالو في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فيها العبارات التالية. يلا نخليكم مع التفاصيل. ما عنديش تفاصيل على شنو وقع بالضبط للسيد اللي كيبيع كاوكاو في الناظور، ولكن على ما بان لي من الفيديو القصير اللي شفت الناس ديال السلطه صادروا السلعه للسيد وهو احتج بطريقته، ولو كنت انا بلاصتو غادي نحتج بطريقه اكبر واكبر واكبر. ما عنديش مع البكائيات واللطم والدراما وتسويد الواقع، وما غنسب ما غنستغل الفرصه باش نتشفى، ولكن حتى حد ما يقبل الحقره، خصوصا ملي كتكون على واحد درويش وطالب معاشو. غادي يقول لي شي واحد من السلطه لاحقا راه القانون يطبق على الجميع، انا غادي نجاوبه بالزربه، القانون يطبق على الجميع فعلا، نتمناو فعلا يطبق على الجميع، ولكن في مدينه بحال الناظور وحتى في غيرها من المدن كاين اولويات السيد العامل ولا السيد الباشا ولا السيد القايد اللي كيسمحوا بوقوع بحال هاد الحوادث. واش ما فراسكمش باللي كاينه المرونه في القانون وكاين الاولويات حتى في تطبيق القانون؟ زعما سال البناء العشوائي، سال احتلال الملك العام، وسال فساد المنتخبين، وبقى لكم غير مول الكاوكاو. كاين بعض رجال السلطه مازال كيخدموا بمنطق الزرواطه، وهذا الشيء ما بقاش مقبول، واللي خاص يدير العامل او الباشا او القايد هو ياخذ بخاطر الرجل ولو بكلمه طيبه، ولا يقدروا يعوضوه يكون افضل. بركه من شحن الاجواء بامور كتبدا بسيطه وكتكبر وكتكبر حتى تشعل. السلطه هي الحكمه في التدبير قبل ما تكون استعراض القوه. السيد العامل اليك الخط. وكان هذا هو الرأي ديال الإعلامي رضوان الرمضاني. ما تنسوش أنكم تخليونا تعليقاتكم تحت الفيديو. بسلام عليكم.